فكرة رحيل جروس عن نادي الزمالك؟ لا طبعا مش عايزين نرجع لحوار فيريرا من تاني. لو فعلا زعلانين عشان خاطر في لعيبه ما بتلعبش، اللعيبه دي كانت بتلعب الموسم اللي فات وطلعنا رابع دوري وخرجنا من ولايه ديتشا في الكونفدراليه، فدلوقتي بنلعب كويس وبننافس على الدوري، لسه موجودين في الدوري ويا ريت يكمل معانا الموسم الجاي يا ريت. انا بصراحه بايد ان يرحل جروس عن تدريب نادي الزمالك، وكفاينا مدربين مش عارفين قيمة اللعيبة اللي معاها ولا قيمة البدل اللي موجودين معاهم على الخط، بيجهد 11 لعيب طول الموسم بس هو اللي عمال يجهدهم. والله ماني أهلاوي، فأنا شايف إن جروس كمدير فني مش مدير فني سيء، ممكن يكون عنده جوانب مش كويسة، أو بالنسبة للزملكاوية هي مش هو المدير الفني السوبر، بس انا شايف ان هو محقق مع نادي الزمالك دلوقتي ولسه واخدين الكونفدراليه، ماشيين في الدوري كويس. لا بصراحه لا، انا اهلاوي بس ما ايدش ان رحيله عن الزمالك. لا بصراحه الفتره دي لا يؤيد رحيله، انا راجل لسه واخد بطوله مع الفريق، فما ينفعش تغيير دلوقتي. والله التجديد مطلوب، يعني تغيير الدم من فتره لفتره مطلوب، بس انا ما رشحش ان جروس يرحل عن نادي الزمالك، لانه بصراحه مدرب كوفي جدا وعمل موسم كويس جدا مع نادي الزمالك، بدليل انه مخلاه في المقدمه كذا اسبوع اكتر من مره، وبعدين جاب لهم كاس افريقيا. الوقت الحالي لا صعب طبعا، السبب ان الفرقه متظبطه عليه وهو المدرب بتاعها وهو معاه من اول الموسم، فصعب ان يجي مدرب دلوقتي تاني يقدر يفهم الفرقه من اول وجديد.